صباح الخير، معاكم دكتور مجد المنقبادي، والنهارده بتشوفوا معلومه في دقيقتين. ومعلومتنا النهارده مفيده جدا عن الاوميجا 3، مش التابلت بس، الاوميجا 3 اللي موجوده في المكونات الطبيعيه او موجوده في هذه الحبوب الزيتيه. الاوميجا 3 بتدخل في العديد من العمليات الحيويه في جسم الانسان. من اشهر فوائدها للجسم بتعزز صحه القلب، الشرايين، والوقايه من الجلطات والسكتات الدماغيه. نمرة 2 بتعزز عمل الدماغ والذاكرة وبتحارب الزهايمر. نمرة 3 بتحارب الالتهابات في الجسم كله وبتزود المناعة. نمرة 4 بتكافح التهابات المفاصل، أي مفصل في الجسم أو روماتيزم أو كده الأوميجا 3 بتشتغل ضده. نمرة 5 بتعالج الاكتئاب والقلق، ما تنسوش قناتنا اسمها طب وتنمية بشرية. نمرة 6 بتعالج التنفس والربو وتمنع حدوث التهابات في الجهاز التنفسي. نمرة 7 بتعالج نقص الانتباه وقلة النشاط عند الأطفال، بالذات الأطفال الصغيرين والرضع. نمرة 8 بتعزز صحة البشرة وبتديها رطوبة ونضارة وعلاج مشاكل جلدية منها الصدفية وعلاج حب الشباب. بتعزز صحة الشعر وتغذيته وبتعالج قشرة الرأس وبتخلي فروة الشعر رطبة وندرة. آخر حاجة مهمة جدا لنمو دماغ الجنين وتكوينه، عشان كده احنا بننصح المرأة الحامل انها دايما تاخد اوميجا 3، لان اوميجا 3 بتساعد في تكوين الجنين، بتساعد في سلامة اعصاب الجنين، بتساعد ان عيون الجنين تبقى سليمة وكويسة. ده كان باختصار معلومة في دقيقتين على الاوميجا 3. عايزين تعرفوا اكتر تفاصيل علمية دقيقة، عملنا حلقة طويلة عن الاوميجا 3. نعمل الحلقة دي قصيرة للناس ما عندهاش وقت، الناس اللي خايفة الباقة تخلص، الناس اللي مش عندهاش نفس تسمع دكتور مدة طويلة ومعلومات طويلة علمية ممكن تنساها. ياريت تنشروا البوست ده، بوست خفيف وسريع مش هيخلص الباقة لا ليكم ولا أصحابكم. مستني أسئلتكم ولايكاتكم، وياريت تعملوا كمان اشتراك في القناة. كان معكم ماجد المنقبادي، معلومة في دقيقتين، قناة طب وتنمية بشرية.